انا مش عارفه ابرر له، يعني انا كنت اتمنى ان هو ما يطلعش بالبيان ده اصلا، كنت او كنت اتمنى ان هو يعتذر، يقول يا جماعه انا انسان وليا مشاعر وحبيت واتجوزت وخلاص، انا انسان طبيعي ولاحظت كلامي اللي فات، نعرف ان هو إن الناس دي طبيعيه، لكن ما يجيش ياكد انا ما قلتش ما قلتش ما قلتش ما قلتش ما عملتش، ده مش حقيقي. انت بدليل ان انت تزوجت 2 محجبات وانت كنت على الطريق، لكن الهوى غلبك. انت وقعت ولا الهوى اللي رماك؟ والله يا ابني ما انا شايف اصل الهوى بارو مداوي عني اللي غاوي.